رانيا، ما انا عارف ان في القسط بتاع مدرسه ياسمين قرب، انا عارف، اعمل ايه طيب؟ حاضر حاضر. ومريالتين ليه؟ ما كفايه مرياله واحده وتلبس المرياله بتاع السنه اللي فاتت يا رانيا. ماشي، وايه؟ كراريس من الموسيلك؟ طب ليه كراريس من الموسيلك؟ طب ما ممكن دفتر واحد تقسمه على اربع مواد، ما انا ايام عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني. حاضر يا رانيا، حاضر، مش عارف اجيب فلوس منين بس هتصرف. حاضر حاضر حاضر، مع ماشي، مع السلامه مع السلامه. خير يا دوله؟ ايه محتاج فلوس؟ قول يا عم وما تتكسفش، قول. انا لو محتاج فلوس هاخد منك انت يا رمزي، انت كلك على بعضك، لو بعتك ما تجيبش تمن استيكه ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاهم. العداد فين؟ خلصوني. عداد ايه يا عم، انت داخل على تاكس فيه ايه؟ هتهزر؟ والله هعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء. بالراحة علينا. طب يا عم تيجي تاخد لك قلمين، العداد موجود اهو، اتفضل اكشف عليه. يكشف عليه يا دولة؟ هو العداد حامل؟ بتاع 150 جنيه. 150 جنيه حضرتك ما كشفتش عليه ايه؟ واخده بالاحساس يعني؟ احساس ايه؟ انت مش شايف كوم الزبالة اللي مرمي بره البازار؟ وايه علاقة الزبالة بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باشمهندس سكت حمادة ويشيل الشوربة من على بقه. أنا بقول لو كهربا، لو حد كهربا هتقوله ايه؟ هقول عليه ان هو انسان مستهتر يعني. مستهتر ايه يا باشمهندس؟ هو زوغ من المدرسه؟ طبعا هتقول عليه بني ادم زباله. يا سلام، انتوا ماشيينها كده دلوقتي يعني؟ هو كده من ساعه ما اكتشفوا الكهربا والناس بقت تزبل مع بعض. بقول لك ايه، هتدفع الكهربا ولا اقطع الميه؟ لا طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقه الميه بالكهربا؟ يا غبي يا غبي يا غبي، ما مفهومه يا ابني. انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح ترش ميه قدام البازار؟ اه. طيب وانت بترش الميه مش اكيد ممكن تطرطش على حد ماشي؟ طبعا يا دول. اكيد ساعتها بقى بيقول لك يا بني ادم يا زباله، ساعتها تعرف ان ده بتاع الكهربا. احبك انسان واعي ومثقف. حضرتك انا معيش فلوس ادفع دلوقتي، ممكن حضرتك تسيب لي الكعب يعني؟ كعب برضه؟ وانا كل ما اعدي على حد يقول لي كعب؟ مفيش حد اداني جنيه يعني امشي من غير كعوب؟ اتفضل يا سيدي ادي الكعب. ايه ده؟ اكيد الراجل ده اتكهرب قبل كده. اه يا دول انا هعمل ايه بس؟ الحمد لله يا دول، اخدت الكعب يا عم ودفعتش حاجه، بلفته. يلا ما انا كده كده الفلوس دي عليا هدفعها يعني، هدفعها. طب انا عندي فكره يا دوله، بص احنا نبطل نرش ميه علشان نوفر في الكهرباء. ما انت يا عيني مش هتفهم، مش هتفهم، هم مصعبينها عليك زياده، ما انت غبي يعني. انا اعمل ايه؟ ادي 150 جنيه غير كده بقى، لسه رانيا ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين، مصاريف مدرستها والاكل والشرب والكتب والكراريه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه يا دوله؟ ما انا مش عارف، انا بقول لك اعمل ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده انت ما جبتش اللحمه معاك ليه؟ ايه اللحمه؟ بكره 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 ان شاء الله يا ماما. بكره ده ايه؟ طب والخضار؟ الخضار هتعملوا ايه بالخضار من غير لحمه؟ معقوله يعني هتاكلوا الاكل ورديحي؟ ما يصحش يعني يا ماما. يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي وانا مش هتجيبها. انت مالك انت؟ انت بتتكلمي في حاجه زي كده ليه؟ مامتك فين؟ خدت امها واختها وراحوا فرح واحده صاحبتها. فرح؟ والله ناس رايقه قوي الناس دي يعني، انا مش فاهم في حد يعمل افراح اليومين دول. بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليله. لا 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 لا. الف مبروك يا رانيا، اتخطبتي ولا ايه؟ لا انا عندي حاله من السعاده والانتعاش يا عادل. والحاله بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح اللي انت رحتيه طبعا. يا عادل يا عادل، فظيعه 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 واوفر من الفظيعين كمان. مش عايزه اقول لك الافراح اتطورت ازاي، تجنن تجنن تهبل. اهم حاجه يعني كان في بوفيه واكل وتعشيته. ده كان اوبن بوفيه يحتوي على خيرات الله. وده يعني كان في حلو بقى بعديه؟ يا ده احنا اشجار بقى، موز بقى واناناس وجوز هند بقى مدلدق على الارض وحاجات كتير بقى. ولا الزفه يا عادل؟ مش عايزه اقول لك على الزفه رهيبه. الزفه؟ ايه 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 الزفه؟ ايه مالها يعني؟ الزفه
دي كانت زفه واحده. دول ثلاث انواع من الزفه، سمسميه وبورسعيديه ودمياطيه. وعايزه اقول لك بقى ثمن الزفه الواحده كام بقى؟ بكام ثمن الزفه؟ 2000 جنيه. نو نو، 2000 جنيه وثلاث اربعة. 3000 جنيه 4000 جنيه ليه؟ بيقولوا ايه فيها الزفه دي؟ ايه اللي بيقولوا ايه؟ ده اساسا هم ما بياخدوش 3000 جنيه في اليوم، لان اصلا الزفه الواحده بتلف مثلا على 4-5 افراح في اليوم. نو اكتر من كده بكتير، بتاع 10 20 حاجات كده. يعني على الاقل الزفه دي بتعمل لها بتاع 10000 جنيه في اليوم. بس كانت رهيبه يا عادل، الناس اتجننت بالزفه، فاكره يا مامي تحفه. ايوه ايوه، بس برضو ما هو اللي بيقولوه في الزفه هو بقى لهم 100 سنه، يعني لو طوروا الزفه دي ممكن يعملوا ارقام اكتر من كده. انت قلتي لي الزفه دي بكام في اليوم؟ ايوه جه رس على شيشه نظيفه بلا قطيفه. دوله انا عايز افهم بقى دلوقتي احنا قاعدين مستنظرين مين؟ وانت متضايق ليه قوي كده يعني؟ ايوه دوله احنا سايبين البازار يا عم لوحده. يا سلام، اللي يشوف كده يعني يقول الواد بيحب البازار. لعلمك بقى انا ما بطمنش على البازار الا وانت بعيد عنه. ماشي يا دوله، برضو ما قلتليش احنا مستنظرين مين؟ عارف يا رمزي، انا مستني ان هو واحد راجل بقى هايل، حته بني ادم تحفه يالا، هو ده اللي هيحل لي كل مشاكل الماديه. لو المشروع اللي في دماغي حصل هينقلني نقله تانيه. ايه هتستلف منه؟ هستلف منه وجايبك معايا ليه بقى؟ تضمني يعني عشان تتحبس مكاني؟ بس يالا بس يالا، انت ما تفكرش. اهلا يا اهلا وسهلا. اكيد طبعا حضرتك بالدخله دي الاستاذ هشيكها صح؟ احبك واحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشتكها، كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه، دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا وحضرتك، انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفة؟ ايه اللي افهم في الزفة حضرتك؟ انا خطبت مرتين واتجوزت مرة، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع حضرتك. انا بفكر اعمل دمج بالنسبة للزفة الفرعوني والزفة المصري. وايه علاقة الزفة الفرعوني بالزفة المصري؟ ازاي بقى حضرتك؟ حضرتك الزفة الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنة يعني، وطبعا كانت هي نفسها زفة مصري. وبعدين الزفة الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيو عشان الزفة، اتخانقوا على الزفة. طب وانت ضامن ان الفراعنة دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطة؟ لا عنك انت بقى المرة دي يا دولة. بالنسبة للموهبة حضرتك يعني، فمعروف ان الطفل الفرعوني اذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكائه يقل. انا بفكر يعني ان اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني، بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني، ودي طبعا احنا مش هنشتريها، احنا ممكن نأجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصة يا دولة؟ لا الرقاصة برضو فرعوني، لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفراعنة يعني. اسمح لي، والأغاني؟ الأغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك بأغنيتين للزفة مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والألحان؟ بالنسبة للألحان أعتقد أنها تبقى ألحان فرعوني برضو، هنلم شوية ألحان معروفة نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الأفراح نكسر الدنيا. والورثة؟ الورثة بالنسبة للأستاذ حلمي بكر يعني أعتقد إن هو الفترة دي مشغول بستار ميكر يعني، فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش، المصاريف والمكان موجود عندي حضرتك، ما تشغلش دماغك خالص. بس واضح يعني إن الاسم على مسمى أستاذ هشيكها. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة، فلوسكو كلها هترجع لكو على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل، إحنا مش ضد اللي أنت بتعمله، بس لازم تعرف إن في مستويات بتاعت الأفراحات دي لازم تختار منها. أنا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي بيتولد صغير بيفضل صغير. أنا متوقعة إن في خلال فترة وجيزة جدا أنت هتبدأ تزف أفراحنا في الخارج في دول شرق أوروبا، وهتمثل الزفة المصرية بره.
ايوه طبعا ده وضع طبيعي. العالميه جايه جايه، انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ست، نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعمل لك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ست تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده، ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما، مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي؟ ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل، انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟ انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفه؟ مساله بسيطه خالص، مش محتاجه ده كله. إيه البازار بالنهار والزفه بالليل. جم جم، ايه في ايه؟ يلا خش جوه، خش جوه، خش جوه يا جماعه بتوع الزفه، جم. يلا خش 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 خش، كل على الهوا كل على الهوا كل على الهوا. يلا يا مشرفان. سمعني سلام وتحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامي طبعا للأستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفة فرعوني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب طيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي، انا عايز اعرفك غور من وش. يلا بقولك ايه يا سيدولة، السكة دي انا ما اعرفهاش، ظبط الفرقة واديني عربوني. اه عربون حضرتك موجود طبعا، اتفضل. معلش هو عربون قصير شوية لكن هو اللي موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقه دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد، هلبسكوا لبس غريب. رمزي. نعم يا دوله. روح هات الهدوم. يلا. عينيا. هدوم ايه؟ يخرب بيتك. ستوب ستوب، جمع ولفه ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم، احنا زفه فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد؟ هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعه لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دوله بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الرأس يا دوله. بس يلا بس يلا، سخنت على الرأس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفه. يا دوله انا لو خدت فرصه واحده بس في حياتي في الرقص دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقاصه؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دول. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دول يا كبير. ها اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دوله. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاة على الزين، الصلاة على الزين، الصلاة على الزين، الصلاة على الزين. مين اهو واحد القطرين، مين اهو واحد القطرين. دي 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 راع، دي 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 راع، دي 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 راع، دي 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 راع. الحب الحب اه، الهجر الهجر يا، الحب الحب اه، الهجر الهجر يا. دولة 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 حلاوتك مش معقولة. ولا ولا ايه ايه المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي؟ دوله بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح، يعني اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا، يعني اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه.
انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دولة يا دولة، احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم، شويه تخفيضات يا دولة وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي، يا اهلا اهلا، نورت الدكانه دي كلها حضرتك والله. بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%، موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تدي له البضاعه ببلاش وتدي له فوقيهم 30-40%. لا 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 لا، ما بحبش اخد حاجه ببلاش، الفلوس كتير، اهم حاجه ان انتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ اه، افهم من كده ان حضرتك متجوز؟ لا لسه ما اتجوزتش، الجمعه الجايه ان شاء الله. ايه ده؟ اتجوز لسه الجمعة الجاية؟ لا ألف مبروك ألف مبروك. أيوه ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. حضرتك، لا لا معلش معلش، حضرتك يعني اتفقت مع فرقة زفة ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك، انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا، انا ممكن اخدك مقاوله، البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني. زفه فرعوني؟ حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها، يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك، الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركب، والعروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا روح لا عند الهرم الكبير، اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده ولففك حوالين الهرم الكبير، حوالين الهرم الكبير، يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه شايفينه نازل من الهرم الكبير، نازل جري نازل جري، خايف ليه 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 ليه، الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه، نقوم واخدين العروسه ومودينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي، انا عارف حضرتك يعني ما تقلقش خالص، بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا سايبك وقدام العالم كله، زفه فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفه فرعوني، والزفه دي على فكره مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفه دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شيدونا ايه كتير كتير ده؟ ايه 2000؟ مبروك 2000 مبروك. الزفه دي ب 500. 500؟ ده انا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه ال1000 بقى اللي انت عامل حسابك عشان الزفه تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده، ادي 500، ادي 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي متشكرين قوي، ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفه ونعمل لك فرح ان شاء الله، تطلق بعديه على طول. الزفه الفرعوني. الزفه الفرعوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما. نعم. اهو الخضار والفاكهه جبتهم، اعملوا لنا اي حاجه بقى ناكلها. جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس، اي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لك ايه، اي عروسه تزفتوها بقول لي على اسمها. يعني يا بابا يعني هجيب لي المريالتين السنه دي؟ هجيب لك يا حبيبتي المريالتين، وهجيب لك كمان كشكول من ابو سلم. عادل اخيرا استثمرت موهبتك لاسعادنا جميعا. ابي عادل، انا عندي واحده صاحبتي بتموت في الرقص، اجيبها لك تشوفها تنفع ولا لا؟ اهم حاجه ملامحها فرعونيه. هي اصلا من المنصوره. من المنصوره؟ لا اكيد ملامحها مش هتبقى فرعونيه. اقول لك ايه عادل، العروسه دي يعني عايز اعرف كده، هي من عيله كويسه ولا عيلتها كومبلونش؟ لا كومبلونش ايه، لعلمك بقى العروسه دي من عيله كبيره جدا، عيله المرتعلي، ودي من اصل فلبيني. كده انت طمنتني عشان انت عارف الفنان كرامه. عادل انا عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه، او يكاد يكون مستحيل تحقيقه اصلا، بس هو طلب يلح عليا اني اطلبه منك. حبيبتي اطلبي كل اللي انت عايزاه. هو انا عندي طلب يعني هو معنوي قوي. ايه هو بقى؟ انا نفسي اتزف. تزفي قوي قوي؟ انت ممكن لو لبست بيجامه من البيجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع، العيال الصغيره كلهم هيزفوا. لا يا عادل انا عايزه اتزف زفه فرعوني مش زف عيالي. زفه فرعوني؟ بص يا رانيا، هيبقى صعب اوعدك بحاجه زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني ان انا استغليت المهنه الجديده اللي انا شغالها وبزف مراتي. انا مش عايز احراج، مش عايز احراج، بعد اذنك يا رانيا انسي موضوع الزفه ده خالص. ايه الفرح الارديحي ده؟
هي فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين، أنا دافع 500 جنيه عشان الفرح دوت، وبعدين في زفة فرعوني يا حماتي، زفة فرعوني هتعجبك أوي. أنا حايس عنك إخواتي عشان الليلة دي تعدي على خير. يلا خش بالدي جي. لا دي جي إيه؟ الزفة الفرعوني وصلت والأول مرة في مصر. نزلي بقى العريس والعروسة عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع. ما تقلقش ما تقلقش الزفة 100 100 يا معلم. يلا يا فندية، واحد اتنين تلاتة. زوروا مقابر يلا يا أهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله وحفلوا اللي قالوا. زوروا المقابر يلا يا أهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله وحفلوا اللي قالوا. عريس قمر وعروسته مسلة، باب الجهاز طبقين محلة. عريس قمر وعروسته مسلة، جاب الجهاز طبقين محلة. انت بتقول ايه؟ خبرنا تقول يا دوت. ايوه حضرتك فرعوني، لازم حضرتك تشجع مصر يا فندم. كنا عملناه في المتحف احسن. متحف ايه؟ ما المتحف مش فاضي حضرتك، سيبوه سيبنا لو سمحت نكمل شغله. زوروا المقابر يا اهل الخير تعالوا.